من أكبر المدارس وأقدمها خدمة لأجيال تعاقبت للدراسة فيها. تمركزت فيها ميليشيات الحوثي ونصبت فيها المتارس وأحرقت أحلام الطلاب وحاولت ردم أحلامهم التي كانوا يبنوها على مقاعد التعليم. فمدرسة عمار بن ياسر إحدى مدارس مديرية الصالة لا زالت تقع على خط النار جوار القصر الجمهوري شرق مدينة تعز. زيارة مؤلمة عندما تجد مدرسة بحجم هذه المدرسة، مدرسة عمار بن ياسر، والتي أهدت كانت هدية من المملكة العربية السعودية في الثمانينات. في بداية الثمانينات هذه المدرسة كانت تؤدي دور كبير في خدمة التعليم، وتخرج منها أجيال كبيرة. مدرسة عمار بن ياسر مشهورة جدا وتخرج منها أجيال كثيرة. من المؤسف أن لا تجد فصل إلا وبه آثار قذيفة أو به آثار شظايا. هذا الحقد على التعليم ليس بغريب من ميليشيات الحوثي التي تنمو وتتكاثر بأرض من القهل. مدرسة عمار بن ياسر بنتها المملكة العربية السعودية كهدية للتنوير، كمبنى نموذجي بمرافق متكاملة، لكن أعداء الحياة والنور لم يتركوا فيها زاوية ولا فصلا إلا دمروه بسلاح الدولة الذي نهبوه من معسكرات الجيش. ولا زالت المدرسة عرضة للاستهداف اليومي بكل أنواع الأسلحة كبقية مدارس مديرية الصالة، التي أصبح طلابها يدرسون بمبان بديلة للدمار الكبير والاستهداف الذي يطال مدارسهم. هو لا يريد حياة للناس، الجامعة، المدرسة، المستشفى، الطريق، المسجد، هذا حياة، حياة للناس وانتعاش للناس، والناس تمارس حياتها اليومية. هم يريدون أن يقضوا على الحياة تماما. هم مشروعهم طاقم مزامل وتجنيد ومناطق حشد ورسالة الجبهات. ما فيش مع برنامجهم هذا البرنامج الملاحظ من عمران من صعدة في صنعاء، المدارس شف خالية من هم عاملين برنامج التوعية والتعبية العامة للناس القتال. ميليشيات الحوثي عندما لم تجد سببا لهدم المدارس في مناطق سيطرتها توجهت للمدرس وهدمت حياته بقطع راتبه وهدم عقول الأطفال بتغيير المناهج بما يخدم السلالة وإيران. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.